السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم نبته من اروع النباتات، الناس يحبوها، يقول لك زعما مربوحه في الدار. هذا النوع من نوع العصاريات، شوفوا البنات كي شابه، يعني بغيت نوريها لكم باش نقول لكم باللي تقدروا يعني ديروا اكثر منها في هذا الوقت هذه. شوفوا وديروها برا ولا ديروها لداخل كيف كيف، يعني ناجحه لداخل ولا برا. كاين بزاف اللي يديروها لداخل، وكاين ثاني واحد اخر يديروها برا، كما انا راني دايره برا ودايره لداخل. انا يعني نبته رائعه، شوفوها شوفوا ها، يعني غير عرف واحد شو كيفاش يرجع لكم. هذه شجره واحده، شوفوا ها، هذه شجره واحده، شوف شو دارت ها، يعني تولي تتفرع نباتات. هذه من نوع نوع، يعني كاين بزاف دمعة الطفل البنات، ماشي غير هذا النوع، كاين الورق تاعهم كبار، وكاين هذا متوسط، وكاين صغار، كاين ثلاث انواع من النوع هذا. يعني كاين بزاف يقولك لا هذا ماشي دمعة الطفل، ولا ماهيش هذه واحد اخر اسم واحد اخر، ولا لا البنات هي هي يبان ماهوش كيف كيف، صار اسم اسم كيف كيف. شوف هذا عارف الله يبارك، شوفوا كيفاش راه هي دايره. تقدروا ديروا اكثر، تقصوا العرف ولا غير ورقه وتحطوها في التربه وتلاخروها. شوف يعني البنات بدون تعليق، شوفوا الصوره هي ترجع لكم الخبر كيف راهي شابه. اما بنات على التربه دائما نقول لكم في هذا الوقت تجديد التربه، ما تخلوش التربه تموت لكم، باسكو كي تموت النبته تموت لكم. كي تكون التربه مليحه تولي هي ثاني النبته تولي مليحه. شوف انا كل عام نبدل، ترى انا قلت لكم في هذه الايامات اشتراه يطيح يدير حاله عندنا على هكاك، ما نقدرش نبدل باسكو التربه راهي مشمخه، تكون الشمخه على بالك تولي معجنه وتولي الاخر، ما نحسش بلي راني خدمتها مليح ولا، باسكو ما نعرفش العبار ما نعرفش. كي تكون الشمخه تثقال وكاع، فما تعرفوش كيفاش ديروا باش ديروا تصنعوها على هكا. ماشي مازال يعني كي تنشف، كي تكون التربه ناشفه ها، شوفوا هنايا هنا كثر مازال ما بدلتها، شوفوا راهي مشمخة تشوفوا. وكاين البنات هذوك النباتات اللي تكسروا ندخلهم، شوفوا كاع ما ماتوش، يعني باش يعاودوا كي نجدد التربه تاعها يكونوا ساي داروا العروق وننقلهم. ماشي زعما راني رابحه بيبو واحد زعما ثلاث نباتات ولا اربعه من كل نوع، كي تكسر لاي واحده ولا يعني خطات بو ويحكم واحد يطيح ولا، على بالكم اللي عنده دراري كيفاه. هكا كنا ما نبغيش نرمي النبته باش نروح نعاود نخلفها نشري، انا غير عندي نجددها. شوفوا البنات هذا النوع هذا، يعني قلت لكم باللي اسكو يكثر، ماشي اسكو يكثر بالورق تاعو، تنحي ورقه وتكثري منها دير لك تخرج لك برعومه صغيره، ولا تقصي منها. كي تقصي منها تولي لك ما يعني ديك ماشي شباب، بصح كي تخليها هكذا وتعود تقلع غير الوراق من التحت ماشي من الفوق هكا، من التحت الشجره، وتغرسي وتكثري ديري لا بغا مش عارفه بغيتي تخرجي تخرجيها. شوف ويكبر البنات، شوف هذا النوع ثاني رائع جدا. البنات انا مع راهي الشتا قلت لكم، وغا ما يعني مانيش ندير اكثر من نباتات واحد اخرين، وكاع يعني نوري لكم نباتات اللي يقدروا يعيشوا داخل ولا يعيشوا برا. هذو البنات كاين بزاف تقول لك انا درتها لداخل ماتت لي ولا درتها، لا البنات ما تموتش، هذه ما تحبش الظلمه، تبلعي عليها كل شيء ما تجيهاش الضوء، خاصه دوك البرد نحبوا نغلقوا الطاقه نغلقوا التواقي تاعنا، وعلى هكاك النباتات ما يبغوش يعني الظلمه، فهمتي باش ما تلاقوا. بصح في النهار زعما هكذا من 7 تاع الصباح هكذايا واحد يحل تاقا غير شويه هواء، ما تبلعي بصح خلي الزجاج محلول وضرب فيها شويه هواء وتقعد لك نورمال. اما برا ما تخافوش، يعني يطيح عليها الجليد، يطيح عليها التبروري، يطيح عليها الشتا اللي بغيتو. هي شوفوا هاي هذه راهي برا البنت، والله العظيم راهي برا،
يعني طاحت عليها الشتليفات داك الثلج اللي طاح كامل طاح عليها. شوفوا كيف راهي دايره، يعني ديجا راني ندير الفيديو هذا مورا الثلج اللي طاح هذه المره التاليه. ها شوف كي راح، يعني المهم البنات قلت لكم البو يعني الاصيص البنات لازم تكونوا لازم يكون مثقوب من التحت، باسكو كاين اللي يجوا يبانوا مثقوبين بصح فيهم واحد الغشاء هكا رقيق يبلعهم. لازم هادو كي نجوا للدار نحاولوا كيفاش نديروا باش نعاودوا نثقبوهم، راه تقلع لهم هذاك الاخر بالموس ولا باي حاجه، يعني حاجه اللي راكي تخدمي بها في مع النباتات تاعك خليتهم قلعيهم. سامحوني الذقبي بهم هذو هما. وكاين بنات كاين ثاني من نوع المصاص الجراح ثاني يعني العملاق وحدها ثاني ما ادري ان شاء الله نهضر لكم عليه وتشوفوه. ما على باليش يعني ما نسيت ما صورتوش، صورتو غير شويه ومن بعد ديك حبس قلت خليه حتى نكمل لكم هذا باش نفهمكم كيفاش يديروا له ونوريكم طريقه ثانيه كيفاش يدير الناس كيفاش يداووا به ان شاء الله باذن الله العظيم. ما خاص شحال من وحده راني قلت له ندير لكم فيديو انتظري. والله البنات ما قعدت قلت لكم باللي كي تكون خدمه وشويه على بالكم اش صاري على هكاك راني يعني باش نحي ضغط الخاطر شويه هكذا ومر على مره راني نقيس لكم الفيديو سمحوا لي ولا زعما بطيت عليكم ولا يعني انتم عائلتي يعني لازم تحسنوا عوني البنات. شوف انا والله كي نشوفها هكا البنات تعجبني هذو هما اللي قلعوا ضغط الخاطر تاع الصح. شوف ان شاء الله البنات تكونوا فهمتوني وعجبكم الفيديو هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.